أعزائي المشاهدين، سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح تبارك اسمه معكم جميعا. اليوم ودي نقول لكم رسالة أبعطيها عنوان رسالة سلام في وسط الظلام. هذه الرسالة جاية في وقت يتزايد فيه الشر، زمن يتزايد فيه قطع الرؤوس، أكل الكبود وحرق البشر. دعاني الرب يسوع المسيح تبارك اسمه عشان أقدم هذه البشارة في وسط هذا الظلام من خلال هذا البرنامج اللي عم تشاهدوه الآن، المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. أشكر الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي استخدم ضعفي عشان أقدم لكم الشفاء الجسدي والروحي. بعد الشفاء الجسدي من خلال أنه خدمت بالصحة المدرسية كأخصائي تحاليل في مكة عام 94 إلى 96، وبعدين انتقلت خدمت مكة بحي الزاهر فرع الصحة المدرسية بالزاهر، وبعدين انتقلت إلى فرع الصحة المدرسية بجدة واشتغلت بجميع الفروع اللي بالبغدادية والمحجر والشمال اللي هو الصفا وفرع الشارع الصاري. أصلي للرب إني أكون خدمتكم كما يجب، فكثير من زملائي ومدرسين وطلاب يعرفوني خلال هذه الفترة. والأهم من هذا أن الرب يسوع المسيح دعاني أن أقدم لكم الشفاء الجسدي من خلال هذا البرنامج اللي عم تشاهدوه. ليش؟ لأنه المسيح تبارك اسمه قال سلاما أترك لكم، سلاما أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، لا ترهبوا ولا تضطرب قلوبكم. هذا من يوحنا 14 الآية 27. فالمسيح يعطينا أمان ويعطينا السلام، يعطينا راحة البال. كتبت رسالة لزملائي في العمل قبل ما أتوارى عن الأنظار، وقلت لهم أنه يعني باختصار أنه في بعضكم يحبني وبعضكم يكرهني وبعضكم حاول يضرني سواء بقصد أو عن غير قصد، لكن أنا من ناحيتي أتمنى الخير لكم كلكم جميعا وأتمنى لكم كل بركة. ليش؟ لأنه أنا المسيح غيرني، أعطاني قلب لحم بدل القلب الحجر، والمجد يعود للرب يسوع المسيح. زملائي سمعتم مني أني قلت أني حروح لمكان بعيد، لكن الآن قررت أني أرجع لكم من خلال التلفزيون، من خلال القنوات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه التقنيات عشان أقدم لكم رسالة المسيح، رسالة السلام. أود أن أقدم رسالة للشيخ عصام المدير اللي يدعي أني أنا مش سعودي. أولا أنا مش مديون لك ولا لغيرك أني أثبت أني أنا سعودي، ولكن أنت بإمكانك وتقول ساكن بمكة تروح على فرع الزاهر وتسأل عني هذه الفترة بين 94 إلى 96، أو تنزل لجدة كلها ساعة إلا ربع بالسيارة 75 كيلو وتسأل عني هناك. أنا اشتغلت بالصحة المدرسية وكلهم يعرفوني ويعرفوا قصة ارتدادي. خدمت في البغدادية، خدمت في فرع الصحة المدرسية بالشمال اللي هو الصفا، بالمحجر، بشارع صارق، أي فرع تحب روح اسأل عنه. هذا من جهة عشان تتأكد من نفسك إني سعودي ولا مش سعودي. ثاني شيء وهذا الأهم يا عصام، أنت وآخرين، أقدم لكم رسالة إنه المسيح صلب عشانك، المسيح مات عشانك ودفن وفي اليوم الثالث قام وغلب الموت. إذا أنت قررت من نفسك الآن تقبله كرب ومخلص وإله، حتضمن حياتك الأبدية. أنا من جهتي فعلا أحبك وأصلي لك ومسامحك عن كل كلمة سيئة قلتها في حقي أنت والآخرين. أحط هذه الرسالة، رسالة السلام لكم جميعا، وإلى أن نلتقي في الجزء الثاني من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. أراكم في المرات القادمة. كان معكم أخوكم وخادمكم الدكتور خالد الشمري. سلام ونعمة.